بسم الله الرحمن الرحيم. تواصلنا مستمر متابعين الكرام. تابعنا الشوط الماضي شوط الريم بشعار خليفة بن حمد بن مايد الأغفلي تسجل النقطة الثانية ودقيقتين 9 ثواني نسير مع شوطنا 18 بمجموع الأشواط. الشوط الثاني للجعدان الصعوب. نتابع الصدارة، نتابع مبهر مع المقدمة، مبهر فارس بن إبراهيم بن علي البلوشي، بينما المركز الثاني بهذه اللحظات أتابع متعب مع المركز الثاني. شعار أعدام والريم خليفة بن حمد بن مايد بن رقيط الأغفري، بينما المركز الثالث الغدوم والتقدم بهذه اللحظات من مياس خليفة بن الضبيب الشامسي. المركز الرابع وصل بهذه اللحظات هنالك الغادم شاهين مبارك بن علي النيادي، وصل برابع الأسماء، ووصل هنالك شعار أيضا محمد بن علي بن حامد النيادي. ولكن وين؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا مبهر 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 مبهر، بدأ يبهر الجميع بهذا الأداء، بهذا الرقص، بهذا الانفراد. فارس بن إبراهيم بن علي البلوشي من يقدم لنا مبهر وعصاه فبطانه، ما شاء الله عصاه فبطانه، هنا أداء مميز، انفراد ممتاز، انفراد كلي، بسم الله ما شاء الله، نوعية مميزة، هذه النوعية النادرة بالفعل، هذا الشكل المميز والنهاية المميزة. سلام يا البلوشي، سلام، تهانينا والناموس. فارس بن إبراهيم البلوشي المركز الثاني كان مع المركز الثاني اللي هو أيضا شاهين محمد بن علي النيادي. المركز الثالث شاهين أو متعب خليفة بن حمد بن مايد الأغفلي، بينما المركز الرابع كان من الجانب الآخر مع لجنة الخط. كذا التوقيت الزمني توقيت مبهر 2:08، ما شاء الله أفضل توقيت في الصعوب، أفضل توقيت في الصعوب سجله معنا اللي هو شاهين أو مبهر.